فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قمت للفجر والإمام في آخر الركعة الثانية وغلب على ظني أني لن ألحق بالجماعة، فهل تجب علي الجماعة والحال هذه؟ نعم، ما دام لم تفرغ الجماعة أنت تذهب إلى المسجد، ربما تجد ناسا مثلك فاتتهم الصلاة، صلي معهم جماعة، اذهب إلى المسجد، أو أحد منهم يقوم ويصلي معك، اذهب إلى المسجد. نعم.